اهلا وسهلا بكم في قناة عالم هبة. مرحبا بكم في فيديو جديدة ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحة والسلامة وانتم كتشاهدوا دائما مع جديد الاختراعات والتكنولوجيا الجديدة منتجات اللي غتوفر لكم الراحة اليومية واللي غتنظم لكم المنزل بواحد الشكل اللي هو رائع، كذلك لتوفير الوقت والمجهود فافكار، كذلك لاستغلال اماكن ضيقة. ففيديو كله افكار وافادة للمنازل ديالكم للمطبخ وال الحمام والمنازل الصغيرة. وكيف ما تعودنا كنتمنى من اللي أول مرة كيشاهد القناة أنه ينضم إليها بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبلة بإذن الله. أيضا إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش على أختكم بلي لايك وجيب باش يقدر الفيديو يطلع ويتشاف. وكيف ما شفتوا معايا منظمات وأدوات اللي هي جديدة واللي غتنظم لكم المنزل بواحد الشكل رائع، وكذلك باش يوفر لكم الوقت والمجهود والتعب والوقوف في المطبخ، كذلك تنظيفات ومنظفات اللي هي عاليه الجوده. ايضا الفكره ديال هذا السجاد اللي خرج اشكال اللي هي متنوعه وزوينه بزاف، كذلك انواع اخرى. ايضا هنا مكنسه كهربائيه اللي خرجت كذلك اللي كتمتص جميع الاوساخ والسوائل مهما كانت الصعوبات ديالها. ايضا خزانه اللي بواحد الشكل راقي وجديد وتصميم كذلك ممتاز، فايضا يمكن لكم انكم تستغلوها في حويجات وحدين اخرين. ايضا هنايا توشيات اللي يمكن لكم تلصقوهم بلا حفير بلا فيسات، كذلك يمكن لكم ايضا تضعوا فيهم وتعلقوا فيهم بزاف ديال المنتوجات ديالكم. ايضا هنا جهاز كهربائي بالنسبه للمجموعه ديال الطبخات، كذلك مجموعه ديال المنظفات والترتيبات بالنسبه للحمام كما لاحظتوا معايا منظفات اللي هي فعاله، كذلك مجموعه ديال السجاد اللي رائع اللي خرج كيوت جدا والجوده ممتازه كيمتص جميع السوائل. ايضا دخلوا لهذا المقطع ونكتشفوا مجموعه ديال المشتريات السيد الكوري، منتجات اللي هي هائله واللي كتوفر لهم الوقت والمجهود، كذلك تنظم لهم الحياه ديالهم بواحد الشكل اللي هو رائع. ايضا مجموعه كذلك ديال المنتجات اللي خرجت جديده بالنسبه للعلاقات، كذلك مجموعه ديال الاجهزه الالكترونيه اللي كتوفر الوقت بالنسبه للمجموعه ديال الاكلات، سورتو الناس اللي كتكون عندها واحد الخدمه واحد العمل وما تيكونش عندهم واحد الوقت اللي هو بزاف طويل او وقت قصير، فمنتوجات اللي هي هائله وجد عمليه كما كتلاحظوا معايا. ايضا مجموعه ديال الاواني كذلك والاجهزه المطبخيه، كذلك مجموعه ديال الاكواب الكيوت، ايضا مجموعه ديال الترموسات اللي خرجوا بواحد الشكل راقي وكذلك حامل المناديل، فمجموعه كذلك ديال الكراسة اللي خرجوا بواحد التصميم رائع كما شفتوا معايا، شي حاجه اللي هي روعه وجد عمليه. ايضا هذا الجهاز الفكره ديالو جد رائعه وعمليه جدا، فكيطلع الجميع المياه بكل سهوله، كذلك كتضبطي النوع ديال الحراره. ايضا جهاز نوع اخر، كذلك منظمات بالنسبه للاحذيه اللي خرجوا كذلك شكل جديد، ايضا هنا منتجات كذلك ومنظفات بالنسبه للحمام، شي حاجه اللي خرجت جديده كذلك تنظف بواحد القوه فعاله جدا. وشي حاجه اللي عجبتني كذلك بزاف فهاد الطابيات اللي مسيليكون كتقطعوا على حسب الشكل اللي بغيتو، كذلك هنايا واحد الكليسه، ايضا واحد الرف اللي يمكن لكم تنضعوا فيه مجموعه ديال السنيدلات، كذلك مجموعه ديال الاواني الراقيه والتكنولوجيا الحديثه واللي ايضا غتوفر لكم كل مجهود، كذلك تنظيمات اللي هي راقيه، كذلك اواني اللي بتصميم رائع، مجموعه ديال الاجهزه والمنظمات اللي فعاله جدا، كذلك هاد المنظمات وهاد الاجهزه راهم متوفرين منهم في الاسواق العاديه وكذلك اللي كاينين منهم متوفرين في المواقع، كذلك هنايا مثلا هاد الجهاز او الهاشوار فهو متوفر في جميع الاسواق العاديه، يمكن لكم ايضا تلقاوهم هي في المتاجر ديال الاواني ديال الطبخ. ايضا دخلوا مجموعه ديال المنظمات اللي يمكن لكم تستغلوها حتى اجليسات كما كتلاحظوا معايا، كاينين شكيلات ايضا مغايرين. ايضا هنا طاوله تصميم جديد ورائع كما كتلاحظوا معايا، يمكن لكم انكم تنزلوها في اي قنت او جزء من المنزل ديالكم. ايضا هنا اتات ذكي واللي كيتوفر بلاسارج، كذلك شي حاجه اللي جديده وراقيه، مجموعه كذلك ديال الدولاب اللي يمكن لكم تستغلوه، اللي يمكن لكم ايضا تضعوه حتى في يعني في
الغرف النوم، كذلك في الغرف الأطفال، أيضا مجموعة ديال الرفوف اللي خرجوا جدادين بالنسبة للمطبخ، منظمات لي كذلك بالنسبة للأواني واللي كتوفر على مصفات، كذلك فكرة جد عملية ومفيدة جدا، خزانة بالنسبة لتنظيم مجموعة ديال الأحذية، يمكن لكم أنكم تنزلوها أمام الباب، كذلك يمكن لكم أنكم تستغلوها في حويجات أخرين. دخلوا كذلك مجموعة ديال المنظفات والطاجرات المهمة بالنسبة لتنظيم ديال المطبخ. كما كتلاحظوا معايا فشي حاجة اللي روعة في هاد المنتوجات أنها كتلصق بدون حفير، كذلك بدون فيسات، فالفكرة ديالهم جد عملية. أيضا هنا حامل قراعي الزيوت والتوابل وحامل السكاكين والفرشات، كذلك كتوفر على واحد المجير، فالفكرة ديال هاد المنتوجات كلها رائعة، كذلك أن هاد الأجهزة هادي بواحد الجودة جد ممتازة وعملية. يمكن لكم أيضا تلقاو هاد المجموعة ديال المنظمات والأدوات بالنسبة اللي كيسولوا لي عليهم، تلقاوهم في المتاجر العادية، كاينين منهم في المتاجر والأسواق الكبرى أيضا، فيمكن لكم أنكم تلقاو المنتوجات اللي هي حصرية في المواقع ديال البيع الأجهزة الإلكترونية، منهم موقع أليكسبريس وأمازون وغيرهم، كاينين متاجر أخرى اللي كاينين أسواق يعني صغار، فأنا فقط كنعطيكم يعني شرح ماشي الإشهار باش أنكم تقدروا توصلوا لهم بكل سهولة. أيضا يمكن لكم أنكم تتابعوني على الصفحة ديالي عالم هبة توب أختيكل المتوفرة على الفيس، هكا المنتوج اللي يعجبكم تقدروا أنكم تنزلوا لي المنتوج اللي حبيتو، أنا عنزلكم دوري الرابط ديالو، فهكا يمكن لكم تدخلوا الرابط ويمكن لكم أنكم تدخلوا ديريكتومون الموقع، فأيضا أنكم غادي تلقاو جميع التفاصيل من يعني سعر تفاصيل ديال المنتوج، الصنع ديالو، الأحجام ديالو، الألوان ديالو. أيضا غتوفروا كذلك على عروض اللي هي بعض الأحيان كتكون مهمة، فهكا يمكن لكم أنكم تغتنموا الفرصة وتاخدوا المنتوجات اللي عليها تخفيضات. كذلك شوفوا معايا التصميم الرائع بالنسبة للمرآة، ايضا هاد المرآة هادي فهي ضد الكسر، كذلك هنايا مكنسة لكهربائية يدوية، كذلك مجموعة العلاقات او ايضا تكايات بالنسبة لغرف النوم، ايضا هنايا غطاء ديال السيليكون بالنسبة للقرقرة، فافكار اللي هي جديدة، كذلك انها جميعها يعني ذو جودة عالية، كذلك فهي يعني فعالة في التنظيفات. ايضا شوفوا معايا منظفات بالنسبة للغسيل ديال لاماشين، كذلك كتعقمها، ايضا مجموعة ديال المظلات اللي خرجوا كيوت جدا بالنسبة لفصل الشتاء، شي حاجة اللي عملية ومفيدة جدا. ايضا مجموعة كذلك ديال الصنيدلات اللي خرجوا كذلك بجودة رائعة كما كتلاحظوا معايا ومريحين جدا. فايضا دخلوا لهذا المقطع، كذلك مجموعه ديال الطاجرات اللي هي مهمه بالنسبه لتنظيم المطبخ، يمكن لكم انكم تستغلوه في بزاف ديال المنتوجات مثل الخضار الفواكه، كذلك يمكن لكم انكم تستغلوه في تنظيمات اخرى. ايضا هنايا غطاء اللي بالنسبه للبيبي في هذا الفصل الصيف، فيقدروا انكم تاخذوه في الحمايه ديال الاطفال ديالكم من لسعات الحشرات كذلك البعوض، فالفكره ديالو مفيده جدا. ايضا هنايا حامل ديال القراعي الكبيره كتكون ثقيله، فالفكره ديالهم زوينه بزاف. ايضا مجموعه ديال الرشاشات اللي خرجوا بالوان على حسب نوع ديال الحراره، كذلك هنايا مجموعه ديال الطبيات اللي خرجوا بثلاثيه الابعاد، كاينين اشكال اللي هما مغايرين تماما. ايضا هنايا اداه يمكن لكم انكم تحطوا عليها مجموعه ديال الاغطيه ديال الاواني، فايضا توشيات اللي هما يعني فقط تلقاوهم هي في الاسواق العاديه، كذلك الفكره ديال هاد الكرسي جد عمليه ومفيده للناس اللي كيكونوا كبارين في السن او الناس اللي كيكونوا مرضى، فقط انكم تبتوهم في اي جدران من يعني الحائط ديالكم. كذلك هنايا بالنسبه لهاد التوشيه يمكن لكم ايضا تاخذوها هي من الاسواق العاديه، بالنسبه للاطفال مفيده جدا خصوصا حنا في فصل دابا الصيف، فشي حاجه اللي ضروريه منها. كذلك هنايا الفكره ديال هاد البانيو اللي كيتنفخ، فالفكره جد عمليه الناس اللي ما كيتوفروش على بانيو في الحمام ديالهم. ايضا مجموعه ديال الاغطيه بالنسبه للهاتف، فكاينين اشكال اللي خرجوا جد ممتعين وراقيين، كذلك مجموعه ديال الطاجرات والتنظيمات بالنسبه للمطبخ. ايضا دخلوا لهذا المقطع هنا، كذلك الفكره ديال هاد الغطاء والخيمه الرائعه بالنسبه للسرير، فهي كذلك كتحمي الناس باش ان البعوض ما يدخلش والناموس، فكذلك مجموعه ديال الاغطيه بالنسبه للكليمه، فالفكره ديالهم جد عمليه.
فعلى العموم فيديو كله افكار وافاده للمنازل ديالنا من تنظيمات كذلك منتوجات اللي هي رائعه، ايضا مجموعه ديال التصاميم بالنسبه للعلاقات اللي خرجت جديده كما كتلاحظوا معايا، فرشات اللي جد عمليه كذلك في التنظيف، مجموعه ديال الملابس او الاحذيه واللي كتحافظ لهم على الجوده ديالهم، فاتوشيات بساطين لكن ضروري انهم ضروري يكون معنا في المنزل، فايضا مجموعه ديال البريزات اللي مغايره وخرجت جديده كما كتلاحظوا معايا، منتوجات اللي هي ضروريه واساسيه لكل منزل باش ان المرات او السيده تشري الراحه اليوميه ديالها وتهنى من التمره والاشغال اليوميه والوقوف في المطبخ، كذلك الترتيبات والتنظيفات اللي كتكون صعيبه. ايضا الفكره ديال هذا الغطاء جد عملي ومفيد بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيتفرجوا في الحمام او انهم يقدروا انهم يخافوا على الهاتف ديالهم اثناء السباحه، فالفكره ديالو جد عمليه. ايضا فرشات من نوع اخر وتصميم رائع ومفيده جدا كما كتلاحظوا معايا، فهي كتحاول انها يعني ما تخبش جميع الاحذيه او والملابس وتخلي في الجوده ديالها. ايضا هنايا كراطه اللي خرجت كذلك والتصميم جديد، كذلك يمكن لكم تكرطوا بها حتى الزجاج. ندخلوا كذلك لهذا المقطع ونكتشفوا ايضا اداه بالنسبه للغسيل ديال القراعي او البيبغو ديال الاطفال، كذلك يمكن لكم انكم تغسلوا بهم الترموسات والقراعي او جميع الاواني اللي كتكون واحد الحجم طويل، فهكا يمكن لكم انكم تغسلوا الاواني كذلك، فهي فرشات كتحافظ على الجوده ديالهم. فعلى العموم كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، و الى عجبكم ما تخلوش على اختكم بلي لايك وبارطاج مع الاهل واصدقاء باش تعم الفائده، وشكرا لكم بزاف بزاف يا اغلى متابعات ومتابعين اينما كنتم، شكرا لكم على التعليقات ديالكم الزوينه واللي كتحفزني بزاف بزاف، وشكرا لكم ايضا على الدعم ديالكم، وايضا خليوا لي الاراء ديالكم بالنسبه للمحتوى، الى عجبكم شي محتوى مغاير فخليوا لي فقط تعليق وانا ننزل لكم جميع المحتوى اللي تقدروا انكم يعني ينفعكم او انه يعجبكم، فانا بدوري كنجيب جميع المنتوجات اللي تقدروا انكم تستفدوا منها في الحياه ديالكم اليوميه. كما كتلاحظوا معايا مجموعه ديال المنظمات كذلك والادوات المنزليه، فخليكم مع تتمه الفيديو حتى تكتشفوها جميعا، ونتلاقاو فيديو مقبل باذن الله. بسلام عليكم.